بسم الله، السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم غادي نوجدوا وصفه دونات. لهذه الوصفه كنحتاجوا كمقادير 600 غرام من لافارين فورس، واحد ساشي فاني، معلقه كبيره خميره العجن، ممكن تعويضوها بالخميره حبيبات، جوج معالق كبار سكر سنيده، جوج معالق كبار زبده بحراره المطبخ، نصف ملعقه صغيره من الملح، بيضه كامله، و 300 مليلتر من الحليب الدافئ اللي غنجمعوا به العجين. بسم الله على بركه الله. ناخذ الفرص، نزيدوا عليه بيضه كامله، جوج معالق كبار سكر سنيده، ملعقه كبيره خميره العجن، نصف ملعقه صغيره من الملح، ساشي فانيليا، جوج معالق من الزبدة بحرارة المطبخ، والآن نجمع العجين 300 مليلتر من الحليب الدافئ بهذا الشكل. صافي، غنجمعوا العجين ديالنا، ما كيحتاجش ندلكوه بزاف. والان غادي نغطي عليه بلاستيك غذائي بهذا الشكل، وغنخليه يرتاح اقل مده، واحد 40 دقيقه حتى يتضاعف ليا الحجم ديالو، ونرجع معكم بعد مرور 40 دقيقه. العجين ديالنا ضاعف الحجم ديالها، نخويها شويه من الهواء اللي فيها. ندير شويه دقيق، نخويها شويه بهذا الشكل، وغنقسمها على جوج، غنحتفظ بالنصف اخر على جنب، وغنزيد شويه الدقيق، وغنسرحها بالمدلك بهذا الشكل. نحاول ما نرققهاش، نخليها واحد سنتيم ونص، بحال هكا صافي. وغنجيب زلافة بهذا الشكل، وواحد الكاس يكون فمو رقيق بحال هكا، ماشي قياس العنبة، شوية صغر، باش غادي نشكل دوائر للوصف ديال الدونات. نديرو بحال هكا، وناخد الكاس غنجي في الوسط، نحاول نجيبو وسط، ونقطع وسط العجين بهذا الشكل. بحال هكا، بحال هكا طولو شويه، ونجي الوسط ونحيد الوسط بهذا الشكل. بحال هكا وبحال هكا، بنفس الطريقة غادا نشكل جميع العجين
غادي نحيد هاد العجين اللي عندي الوسط بهذا الشكل، وغادا نحطو على جنب هاد العجين حتى هو اللي في جناب. غادا نشكل القطعة الأخرى من العجين وغنرجع لهاد العجين نشكلو حتى هو. غادا نحطهم يرتاحو عندي شي زويف على هاد الشكل، وغادا نغطي عليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم ونرجعو باش نقليهم. قطع الدونوت خمروا معايا خداو 30 دقيقة ضاعف الحجم ديالهم. الآن أنا درت الزيت يسخن، غادا نبدأ في القلي ديالهم. بسم الله، الزيت هي سخنات، غادا نرمي قطع ناخد واحد المعلقة ونخوي عليهم الزيت من الفوق بهذا الشكل باش يتنفخوا معايا. ونسنى عليهم حتى يتنفخوا ويتحمروا ليا من التحت ونقلبهم للجهة الأخرى. ها هما تحمروا معايا، نقلبهم للجهة الأخرى، يتحمروا من الجهة الأخرى ونحيدهم ونتلاقى معاكم في مرحلة التقديم بعد ما نكمل باقي القطع اللي معايا. بالنسبة للتزيين البنات فهو كيبقى اختياري. انا ذوبت شوية الشوكولاتة هنا، هذا نمرغ فيه دونات وغنحطها بهذا الشكل تنشف معايا. تقدروا ديروا شوكولاتة بيضاء، تقدروا ديروا سكر كلاصي اللي بغيتوا. غادي نكمل باقي القطع ونرجع نتلاقى بكم مرحلة التقديم. قطع الدونات كيجيو بهذا الشكل، انا حاولت نزوق لكم بعض القطع، كنتمنى تجربوا الوصفة، راهم تيجيو لذاب وخفاف. شاركوا الوصفة مع الأصدقاء والعائلة، وما تنساوش تدعموني على القناة ديالي نجاة زيانية، وبالصحة والراحة.